أصدقائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم. معنا تمرين في الرياضيات كما العادة، والسؤال هو: وحد مقام الأعداد التالية، وهي أعداد كسرية. لدينا العدد 7 على 5، والعدد 3 على 10، والعدد 1 على 6، والعدد 5 على 3. نلاحظ المقامات 5، 10، 6، و3، ونلاحظ أن المقامات، أن هذه الأعداد غير قابلة للاختزال. فهذه ملاحظة مهمة، فإذا كان عدد قابل للاختزال فنختزله أولا ثم نبحث عن المقام الموحد. أما في هذا المثال فكل الأعداد الكسرية كلها مختزلة، هناك 4 أعداد. للحصول على المقام الموحد نبحث عن مضاعفات المقامات. فمضاعفات 5 هي 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، وهكذا نضيف 5. ومضاعفات 10 هي 0، 10، 20، 30، 40، 50 إلى آخره. ومضاعفات 6 هي الأعداد 0، 6، 12، 18، 24، 30 إلى آخره. فالصفر لا يمكن، لأن المقام لا يمكن أن يأخذ صفرا. هذا هو السبب الذي من أجله نزيح حالة المضاعف يساوي صفر، لأنه لا يمكن أن نضعه في المقام. مضاعفات 3 هي 0، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 37، 33 إلى آخره. ونلاحظ أن العدد الأول المشترك بين هذه الأعداد، بين هذه المضاعفات، العدد الأول المشترك هو 30. الآن أبحث عن عدد أضربه في المقام للحصول على 30. فخمسة يمكن ضربها في 6، وكذلك 7 في 6 نحصل على 42 على 30. 3 على 10 نضرب 10 في 3، 3 في 3 أيضا 9. 1 على 6 نضرب 6 في 5، والواحد في 5 نحصل على 5 على 30. و5 على 3 نضرب 3 في 10 للحصول على 30، وهكذا 5 في 10 50. إذن نكون قد وحدنا المقام، والمقام الموحد هو 30. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله تعالى.